عرفت عليا قال لك انا مزيان انا معقول الصراحه تقت فيهم شي وفي الاخر ما دارت حاجه مني ولدت وليداتي انسان كرم ليا انا كنكرمو اصلا علاقه غير شرعيه صافي وحملت بالبنت ومن ورا البنت لقاني غادا لواحد الجمعيه نجيب الحليب مني لقاني قال لك اجي ورجعوا للدار ما تبقاش تدوري بالدريه وليت رجعت بس حملت بالدر حملت بالدر وصافي وجيت صافي هو شري عليا كنت خدامه وتبعني تابعني الاخر قال لي انا بغينا نوز الزواج انا والمعقول داني لدارهم وكل شيء سامي مشيت معاه قالت لي امو صافي ماشي مشكل مشيت معاه دابا نديروا العقد دابا نديروا العقد ما دارت حاجه حملت ولدت بنيه وحده قال لك ماشي ما بغيتش ما قبلش ما تقبلش في الاخر لقاني ولدتها ومشيت وغدا الانصاف نجيب الحليب تلاقيته قال لك ما تبقاش تدوري بالدريه طلبي لها الحليب اجي جيبيها وجي عندي للدار رجعت للدار رجعت عنده صدقت جيت حملت بوليد ملي حملت بالدري هو دابا عنده 10 سنين وتخلى عليا مني كان في كرشي دابا هو دابا وصل 10 سنين دابا باش ما شناش صافي ما صايب لي حتى حاجه صايب شي مسائل وبقيت بحال هكاك دابا هزيت المسؤوليه لراسي والدار دابا ما تنشوفهمش ما تيشوفونيش على هذا المشكل على هذا المشكل ما بقاوش بغاو دابا 16 عام اللي عند بنتي والدري عنده 10 سنين ما كانش شي ما كيشوفش دابا الخدمه ما بقاش قدرت عليها حتى كاينش اللي يطلع عليا ولا اللي سوال ولا اللي يجي لا وصافي اختي هزيت وليداتي وجلس دابا انا كلشي هزيته لراسي عاونتني جمعيه انصاف الله يخلف عليها جمعيه انصاف هزوم ليا من الحليب من الدواء من الدواء من الحليب من الطبيب ديالي حتى انا اولادي راه اصلا ما صابرينش وانا المدرسه بغيت نحيدهم منها حقاش ما عنديش منوكلهم ماما دابا هنا مضرورين لا فريش لا غطا لا والو اللي كتشوفي هو اللي كاين صافي كنمشي بحال كنمشي للجامع ملي ضرني ظهري نمشي للجامع طحت في الخدمه في الدار وكنت خدام عند واحد الناس ايوا زلقت في الدروج فاش طاح ليا طحت على ظهري بقيت دابا معطوبه من ظهري ما قدرش دابا دايره غير الصمت بقيت دايره غير الصمت دابا ما كاينش اللي يطلع عليك ما كاينش اللي يسول فك والو ايوا انا باقا هكاك دابا حاليا والحجر الصحي كله حاجه صحي كامل عندي دابا 7 شهور ديال الكرا اللي مجموعه لي 7 شهور ديال الكرا والموطو الورق عندي كلشي مجموعيه دابا ما بقايش دابا غيخرجوني غنمشي للزنقه كاينش فين نمشي وما كاينش اللي غيطلع لك ولا يدخلك فهمتيني اختي اولادي ما لقاش ما ياكلوا انت حتى حاجه ما عندهم فيها تحط ليهم ولا الثلاجه لا والو ما بقات بينا وبين ولا نمره لا والو كيسولش من هذاك الوقت ديال الدري الدري الصغير احمد صافي هذاك هو الاخر خلاه في كرشي حامله بيه حامله بيه عنده شهر ونهار في كرشي صافي من تم دابا الدري عنده 10 سنين وما كيسولو حتى عائلته ولا عائلتي انا لا حتى واحد ما كيسول القرايه انا بغيتها بنتي والله الا بغيت نصيفطها عند المراه اللي كنت نخدم عندها وخفت عليها بغيت تخرجها من المدرسه باش تعاوني ما كاينش اللي يدخل عليك حتى خبزه ما قدرش خفت لا اختي كاين الاغتصاب كاين الاغتياله بزاف د الحوايج كنشوف هاد الحالات اللي عندنا دابا النيت اللي واقع دابا في المغرب راه كتشوفي كلشي وكبار كاين هكاك بالجوع هنا بكلشي الجوامع مسدودين وحمد الله وشكرت هادشي اللي كاين محسنين الله يجازيهم بخير انا واقفه غير بالدواء وعندي مشكل في ظهري ومجموع عليا الكرا 7 شهور 700 درهم 14 ما عرفتش المجموع 7 شهور حساب 700 درهم